اهلا بيكم مره تانية، عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا عندنا ملفات كتيره مهمه عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها. عندنا بكره ان شاء الله مباراتنا مع مصر المقاصه في الدوري، وعندنا يوم السبت الجاي مباراه مع سان داونز في افريقيا. يعني مجموعه من التحديات خلينا نسميها هتقابلنا الفتره اللي جايه محليا وقاريا، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، الاستاذ عبد المنعم فهمي مدير تحرير الاهرام الرياضي اللي منورنا. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ عبد المنعم. بصراحه بقى انا هقول اللي حضرتك قلته لي في الفاصل. انا بحب قوي الحاجات دي. لو ماله شفت الاستفتاح؟ ايوه شفت الاستهلال. بص انا اول ما قلت لها الكلمتين دول قلت هتفتتح بيهم، قولي مفيش مشكله. هو استاذ عبد المنعم لما دخل كان بيتابعنا يعني في بدايه الحلقه من اوضه الضيوف، وشافنا واحنا بنتكلم عن الرياضه وعن اهميتها وعن الجسم الرشيق والممشوق، فكان جاي بيقول لي لا هو انت يعني ده كلام وانا جاي كده قاعد واتخنت. قلت له كنت كام كيلو يا استاذ عبد المنعم؟ قال لي انا كنت 70 كيلو. طب ايه اللي حصل؟ كورونا. كورونا برضو يعني ده في سنتين حصل؟ لا مش في سنتين، انت بقى خدتي بقى القعده والاكل ومفيش نظام، فبالتالي الواحد ضرب راحت مننا. بس ان شاء الله ان شاء الله انا هلتزم معاك يعني. انت أيوة. هتروح الجيم النهارده؟ انا هروح النهارده. بدايه خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. لا منورنا حقيقي. وزي ما كريم اتكلم عندنا ملفات كتيره جدا، وانا مش هخش في تفصيل على قد ما عايز ابدا بسؤال عام. هيقدر الاهلي يستعيد مره ثانيه اللقب بتاع الدوري ولا التحديات ازاي؟ يا موسيماني انا بصراحه من المدربين اللي انا بحبهم جدا. ليه؟ لانه اولا اذا كانت الناس بتقول عليه ان هو مدير فني بتاع بطولات، طب وكل فريق في العالم يعني الهدف الاساسي من المدير الفني اللي هو جايبه ايه؟ بالظبط بطولات. عامل حاله مع الناس، عامل حاله جيده، عامل حاله مع الجمهور، عامل حاله مع التاريخ. ده اهم حاجه ان موسيماني يعمل حاله مع التاريخ، وكل بطوله يدخلها ياخدها، دي حاجة كبيرة. طبعا. حاجة عظيمة. طبعا. جدا. طبعا. هو بس استعصى عليه الدوري السنة اللي فاتت بأخطاء بسيطة جدا وأمر وارد يعني، أخطاء لاعبين، أخطاء جهاز فني، أخطاء. هو خلي بالك برضه هو اعترف بده وقال إني أنا خبراتي في الدوري المصري خلتني يعني الدوري راح مني. ومع بعض الخبرات في الموسم ده، ولو إن قدر الله الاستمرار إن شاء الله، أكيد الدنيا هتتغير بالنسبة له، إن هو بيتعرف على مدارس. انت عارف طبعا المدارس المحليه مختلفه عن المدارس الافريقيه. بس شايف انه الموضوع ده قابل انه يتداركه موسيماني؟ هل الاهلي الموسم ده قادر على استعاده اللقب؟ هو لقب محبب جدا عند كل الجماهير، وانت سيدي العارفين طبعا بحكم يعني موقع حضرتك، انت عارف كويس ان الاهلاويه يعني بالنسبه لهم ان شاء الله لو خدت بص يعني مونديال ال 11 و12 الدوري ليه محبه ومعزه خاصه عند الاهلاويه. لا قادر، لان هو في النهايه زي ما قلت لحضرتك عنده خلي بالك في جزئيه حصلت في كاس العالم للانديه الاخيره، ان الناس كلها كانت بتتجه ان موسيماني مش ما يكملش مع النادي الاهلي، يعني اتجاه يعني في جمهور خلي بالك جمهور غريب شويه يعني. انت يعني ايه هو ربما ما يكونش جمهور خاص بالاهلي، احنا عارفين برده الكلام. لا 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 لا، معلش يا استاذ عبد المنعم، فيه وفيه وفي ناس برده ما لهاش علاقه بالاهلي وبتحب ان هي تروج هذه المواضيع. خليني اقول لك على جزئيه مهمه. اتفضل. جمهور الاهلي لما يتكلم على المدير الفني سواء سلبا او ايجابا من مصلحته بيتكلم على مش هدم، مجرد ان الفرقه بتاعته تسير في الطريق المعقول. ليه؟ لان موسيماني تركيزه الاساسي كان على البطولات، لكن الاداء ما كانش يعني هم الجمهور الاهلي شايف ان الاداء نفسه لم يكن على المستوى اللائق والمطلوب. هو بس هو متفاهم الاسباب ايه برضو مع صعيد التاني. الجمهور بصي الجمهور عايز مباراه عالميه وتنتهي بالفوز. صح. جمهور مصر كده تحديدا يعني، الجمهور المصري والمنطقه العربيه كلها المصري بشكل عام. بس بشكل ارجع اقول لك الاهلاويه برضو من ضمن عناصر خصوصيتهم واختلافهم عن مشجعي بقيه الفرق، الى جانب ان المركز الثاني بالنسبه لهم زيه زي الاخير، لو انت مش واخد البطوله يبقى ملهاش معنى. بالزبط. كاهلاويه. بالزبط. ده طريقه تفكير الاهلاويه. في كمان زاويه ثانيه، فكره ان انت يعني لما بتيجي تلعب على بطوله بالشكل ده يعني حاجه زي الدوري مثلا، مش وارد بالنسبه لهم ان انت في عباره كده بقينا نسمعها في الفتره الاخيره، اقول لك المباراه دي تكسب ولا تلعب. ده ما ياكلش مع الاهلاويه، هم عايزينها تلعب وتكسب، هم عايزين يشوفوا اداء ونتيجه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. لكن ده عمره ما يحصل يعني يعني شفت في اي فريق في العالم بيعمل ده؟ مستحيل. فرق كبيره جدا بيحصل لها كبوات وبترجع وبتروح مره ثانيه، وفرق كتير جدا بتخسر الدوري وعادي. والرياضه من الطبيعي انك تكسب وتخسر، تكسب على طول الدوام ده حاجه خارجه العاده وخارجه ولا حتى بلاي ستيشن. فالمشكله كلها ان الجمهور
جمهور الاهلي تحديدا معود نفسه على انه هو المكسب الدائم، التعادل بالنسبه له خساره. هو الاهلي هو اللي عوده. ما هو الاهلي هو عوده لانه ده تاريخ البطولات، تبص على البطولات الدوري قد ايه والكاس قد ايه والافريقي قد ايه، فطبعا الجمهور يعني بيحب البطولات، فبالتالي انها مشغله عنده ده شيء كويس جدا وصحي، وده بيدفع النادي الاهلي او يدفع مسؤول النادي الاهلي ان هم دايما بيفكروا في الصالح العام واختيار افضل العناصر اللي هي ممكن تؤدي ان الجمهور يبقى فرحان بفرقته. طب نخش بقى على التفاصيل اكتر ونتكلم عن الدوري هذا الموسم. نقدر لو اتكلمنا عن الموسم اللي فات وهذا الموسم، ايه اللي ممكن نتداركه، ايه اللي ممكن يكون لصالحنا هذا الموسم افضل يعلي من نسب ان الاهلي يفوز ان شاء الله باللقب كما هو معتاد؟ يعني هو الدوري يعني انا بصراحه الدوري مش شايف له ملامح حتى الان، دوري بالتقسيط، دوري مباريات بتنقط كده المباريات، الناس يعني حتى لو تلاحظوا دوري بالتقسيط بعد انتهاء كاس الامم الافريقيه هتلاحظوا ان المباريات يا دوب يعني بتتلعب مش بالحماس الموجود. تتخيلوا ان الاسبوع التاسع ده 12 هدف في 8 مباريات، صعب جدا. 12 هدف في 12 مباراه ده اقل نسبه في نسبة تهديف في ال 12 اسبوع في التسع اسابيع اللي عدوا. مشكلة كبيرة جدا، الناس لسه ما خدتش على الدوري، ولسه الاهلي ما سخنش، ولسه اندية كتيرة جدا ما سخنتش، وفي كراسي موسيقية شغالة طبعا يعني في المقدمة، لكن الاسبوع التاسع مش مؤشر على اي مين اللي هياخد الدوري مين مش هياخد الدوري، لكن المنافسة هتكون كبيرة لان كل الفرق حاطة في حساباتها انها السنة دي يكون الامر مختلف. ليه؟ لانه يعني التدعيمات يعني بصراحه يعني بيراميدز بيدعم بلعيبه على اعلى مستوى وصفقات والزمالك طبعا ممنوع من الصفقات، لكن في اكيد بس الاهلي عنده برضو شويه اجهادات، عنده بعض الضغوطات. انا بتكلم من الصوره من الخارج، مش بتكلم من التفاصيل اللي جوه بتاعه الماتشات، لان احنا لسه ما نقدرش طبعا نحدد الصوره دلوقتي وبدايتنا كده. هل احنا بنتكلم ده لصالحنا ولا برضو في شويه الحاجات اللي ممكن تؤثر، بعض العوامل اللي ممكن تؤثر؟ الاهلي لو اي فريق في المنطقه بلاش نقول العالم تعرض لمثل ما تعرض له النادي الاهلي ازمه كبيره. مليون في المية مستحيل. طيب انا وحضرتك وحضرتك مين كان يتوقع ان النادي الاهلي ياخد البرونزيه في كاس العالم للانديه الاخيره؟ اغلبنا ما كانش يتوقع بالله، ما كان يتوقع خالص. والحاجة الحلوة ان اللي بدأتي خارج التوقعات، خارج التوقعات صح. وانت يعني ما فيش حد كان متخيل ان النادي الاهلي يكسب في المونتيري ويصعد للمباراه، وبرضه بالطمع المشروع المعهود من الاهلاويه لقينا نفسنا الله طب ما هي قريبه اهي، ده احنا كان ممكن نلعب مع تشيلسي مثلا في النهائي. بالظبط وصلنا لكده من عدم الثقه للثقه المفرطه. الطمع في الرياضه او الطمع في الكوره مشروع طالما بامكانياتك وقدراتك، وده اللي خلي بالك الاهلي يعني خلي بالك كاس العالم للانديه رجع النادي الاهلي مره ثانيه الى مش هقول لك الصوره، لا رجع النادي الاهلي تالي ان النادي الاهلي البطوله الافريقيه اللي بيلعب فيها اللي هي الحاليه مطمع تبقى لقب جديد ولقب الدوري الاهلي ياخده. لا يعني انا شايف ان الاهلي ماشي بشكل جيد خلال الشهر ده تحديدا، وفوزه مره مباراه واثنين وثلاثه الايام اللي جايه مع مباريات افريقيا لا ممكن يعمل حاجه كبيره النادي الاهلي السنه. طب انا من الناس اللي بشوف ان كل مباراه بتؤثر على اللي بعدها، لو هنتكلم عن مباراه الهلال هل ممكن تؤثر من وجهه نظرك او لا وليه على المباراه مع مصر المقاصه؟ يعني هل ممكن الهلال تؤثر على ده كنتيجه كاداء، ولا الموضوع ده حاجه وده حاجه فاحنا بنفصل؟ لا, لا في فاصل اكيد في فاصل. مباراه الهلال لها ظروفها، لها ظروف الطقس، ظروف المناخ، ظروف اللي حصل، الاجواء اللي حصلت فيها، وده يعني خلينا اقول نقطه مهمه جدا ان المباريات الان اصبحت مع الاسف الشديد هي مش في حلبه او مش في البساط الاخضر فقط، مع الاسف تحولت المباريات كلها في عوامل خارجيه بتخلي اي مباراه ليها طبيعه وزخم خاص. مستحيل تكون مباراه ما بين فريقين تتحول الى حلبه من الاتهامات والترشقات.
يعني الاعلام ساهم في ان مباراه الاهلي مع الهلال تتحول الى مع الاسف وكانها معركه حربيه قبل ان تبدا، وفي النهايه المباراه انتهت بالتعادل والفريتين ما فيش اي مشكله في المستوى الاخضر نهائي. حتى شفنا الاهلي بيعالج اللعيب ليه كان ايه المشاكل استاذ عبد المنعم؟ يعني هي كان المشكله كانت المشكله عندهم هم عشان موضوع الجماهير، وده كان قرار مش خاص بينا تماما. لا انا بتكلم على في حاله احتقان كانت حاصله قبل المباراه، وكان ممكن ده يؤدي الى مشكله، لانه دايما مباريات الاهلي في السودان تحديدا مع الاسف الاخوه السودانيين عندهم برضو يعني مع الاسف في فهم خاطئ للتعاطي مع مباريات النادي الاهلي، وده المفروض احنا كاعلاميين او احنا كصحفيين او حضراتكم او يبقى في توعيه اكبر. اتكلمنا ان هي هتبقى مباراه بين اشقاء بصراحه. بالظبط قلنا اكتر من مره المباراه مش هتاثر اي تاثير على النادي الاهلي في ماتشه قدام المقاصه. الاهلي بيجزا المباريات طبعا اكيد، وكل مباراه وليها طريقتها وليها اسلوبها. مباراه في الدوري غير افريقيا، وده شيء طبيعي يعني، موسيماني بيعرف يتعامل مع مثل هذه المباريات. انا عايز يعني اروح مع حضرتك لتفصيله بعيده شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه، وهنرجع نتكلم لان احنا عندنا ملف المحلي والافريقي وعندنا اسئله كتير لحضرتك في هذا الاطار. تمام. بس انا عايز اعرف من يعني وجهه نظر حضرتك وانت مدير تحرير الاهرام الرياضي، هذا الكيان والصرح العريق اللي طول عمره محايد وطول عمره موضوعي وطول عمره معتدل جدا وطول عمره مهني، وكل منسوبيه وكل من ينتمي الى هذا المكان الحقيقه كلهم الكل من قديم الازل بيشهد ليهم بالمهنيه. في ضوء المستجدات يعني في زمن غابر ازمنه سابقه كان الاهرام الرياضي ومن هم على شاكلته من المطبوعات الرياضيه المتخصصه ليهم تواجد وليهم ثقل وليهم وزن وليهم مصداقيه عند الناس. بعد كده بقينا نشوف ان في حاجه اسمها السوشيال ميديا. وبقى السوشيال ميديا كل واحد قاعد في بيتهم ممكن يطق حنك زي ما هو عايز، والكلام ده يتم نشره واعاده نشره ويصبح وكانه راي عام. بقى سهل على مجموعه من البشر ان هم يشكلوا اصلا راي عام من خلال كل واحد قاعد ورا اللابتوب بتاعه. تعرف تق حنك دي كلمه شامي؟ طبعا. فحضرتك يعني هل الى اي درجه انتوا تضررتوا من اللي حاصل على السوشيال ميديا كمطبوعه رياضيه متخصصه؟ مع الاسف العالم كله تضرر. الصحافه خلينا في الصحافه الرياضيه، الصحافه الرياضيه تضررت تضرر غير طبيعي في كل انحاء العالم. الان اصبح كل شخص لديه وسيلته الخاصه في التعاطي مع الاخبار. بالضبط. يعني شخص قاعد قدام الناس اللي قاعده في ماتشات وتصور بالموبايلات فيديوهات بالظبط، يعني قاعد قدام اللابتوب بتاعه زي ما حضرتك بتقول، بيكتب اللي هو عايزه قدامه، قناه يقدر يخرج يتكلم منها لايف، قناه يوتيوب، قناه على الانستجرام، حاجات كتيره. فكل واحد من الجمهور المفروض ان هو جمهور يشجع او جمهور يساند اصبح هو في حد ذاته ناقد رياضي، هو يعتبر نفسه ناقد رياضي. نعم. بتواكبوا ده ازاي؟ والله في صعوبة، يعني أنا كنت في مجلس رابطة النقاد الرياضيين من فترة، حاولنا نعمل حصر منفرق ما بين الصحفي النقابي والصحفي المهني اللي هو في المهنة نفسها ورسمي، لكن ما عرفناش نفرق، لأنه خلي بال حضرتك كل واحد بيعمل صفحة جديدة دلوقتي على السوشيال ميديا بيكتب الناقد الرياضي الفلاني. طبعا دي محتاجة مطالبات لنقابة الصحفيين إنها تتدخل لتنظيم الأمر. بالظبط، لأنه مع الأسف الشديد تحولت المهنة نفسها إلى أي حد، مع الاحترام الكامل لكل الناس، أي حد ناقد رياضي. ومع الأسف في بعض الوسائل الإعلامية بتستضيف بعض الناس على أنهم نقاد رياضيين، هم بعيدين كل البعد عن النقد الرياضي، هم مشجعين في الأساس، مع الأسف مشجعين، وهم اللي بيثيروا الشحناء ما بين الجماهير بينهم وبين بعضها. يعني إحنا نفسنا في الدوري المصري ده يكون، فاكر حضرتك طبعا اكيد التنافس كان في السبعينات عامل ازاي والثمانينات عامل ازاي، الاهلي اخو الزمالك والزمالك اخو الاهلي، والاثنين حبايب مع بعض والجمهورين جنب بعض، واسر بتروح المدرجات وناس بتروح تتمتع بالمباراه. انما احنا دلوقتي اصبحنا بننتظر اي مباراه اي ديربي من اجل ان نفرغ شحنات موجوده. السوشيال ميديا كانت السبب، هي السبب فيها، هي عامل. بس عايز اقول لحضرتك استاذ عبد المنعم لو تتفق معايا، طبعا انا شفت في يعني مع ماتشات المنتخب الاخيره، انا شفت العوده مره تانية لهذه الروح الجميله المصريه مؤخرا. لا لكن لو بصيتي في البدايه خالص للمباريات هتلاقي لا، التشيع كان للانديه من البعض برضو. خلي بال حضرتك من حاجه، انا مش بحاول والله اصدر صوره مثاليه، انا قاعد معاكي وانا شفنا. انا راصد وعارف كويس جدا، وانا الحاجات دي ما بتعدينيش. انا مع الاسف الشديد البدايات كانت انديه،
بتشجيع للانديه، تشجيع لافراد الانديه، ده ما اتاخدش، ده اتاخد، ده مش، طب ما هو كل الكلام اللي اتقال قبل البطوله، فلان ما اتاخدش ليه؟ ولما وما راحش ليه؟ ده ولاعيب يتصف في ارض الملعب اهو، النادي بتاعه تضرر. الاهلاوي قالوا كده على قفشه مثلا، تمام، والزمالك، والزمالك على طارق حامد. لكن بس الروح اختلفت في الاخر، اختلفت امتى؟ بصراحه وبشكل ملحوظ يعني. ما خلي بالك لما المنتخب نفسه اختلف، بس كده المنتخب نفسه لما ادى الشحنه، فرغ شحنه الانتماء لنادي، من الانتماء لنادي الانتماء لمنتخب مصر، الكل تحول من مشجع لنادي الى مشجع لمنتخب مصر. لان في النهايه الانديه موجوده ليه في مصر؟ احنا عاملين انديه ليه؟ مش عشان المنتخبات، المنتخب اولا ام النادي؟ المنتخب. اشجع ناديه واحب ناديه وادعمه بكل ما فيه، لكن في النهايه منتخب بلادي لازم ادعمه طبعا. وده اللي حصل، وده اللي شفنا مصر وصلت لمرحله تانية. ليه؟ بايه بقى؟ اولا صلاح لما خرج اتكلم وقال انا كذا كذا، لانه كان شايف ان الحكايه كلها يعني امور فرديه، ما فيش اللحمه الجماعيه ما بين الجمهور، ما فيش الناس مش حاسين بالناس وراهم. لما حصل الموضوع الناس كلها وراهم، احنا رحنا فين؟ رحنا منطقه بعيده. نفسنا بقى يحصل الكلام ده امتى؟ علشان نحقق حلم كبير، حلم المونديال. المنطقه البعيده دي هي منطقتنا طول عمرها، بس احنا بنتعمد نخرج منها لاسباب او لاخرى. ليه بقى؟ مع الاسف في ناس غير مسؤوله على في اماكن، منابر اعلاميه تتحدث بصوره النادي، تتحدث بصوره الانديه، تتحدث وتغذي التعصب. ناس غير مؤهلين انهم يتكلموا عن الـ 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 عن الانديه بصوره فيها سخريه. حتى يعني هذه اللحظه حضرتك بتتكلم، ده موجود في المنابر الاعلاميه ولا اتحدث عن الصحافه؟ يا استاذ انا بسال والله. استاذ انا عاوز اقول لك على حاجه دلوقتي، اسهل وظيفه الان الاعلامي. لا معلش بقى، انا انا اسف، انت مختلفه، انا اسف، انا اسف. انت لا، هو انا بسمع لقب دايما الاعلاميه، ما بتبقاش عارف مين الاعلاميه. بس اللي بيخلص النقاط بس تشتغل ايه؟ انا اشتغل اعلامي. طفرت ما انت شغلتك. انا عن نفسي متفق مع حضرتك مليون في الميه. انت راجل لعبت كوره، بس حضرتك بتتكلم على، معلش استاذ عبد المنعم سؤالي، حضرتك بتتكلم عن اسماء مغموره عامله نفسها اعلاميين تتحدث، ولا بتتكلم على اسماء لها؟ هو المغمور ده بيحاول يكون مشهور من خلال ده، ما هو في فرق بين ده وده. بص، بيتكلم على المبدا نفسه، ان انا لا يعنيني اللي هم المغمورين اللي طالعين بيقولوا على نفسهم اعلاميين، انا يعنيني الشخص اللي ليه قيمه. بتقولها بطريقه حلوه، انا صعيدي ما بعرفش اقولها زيكم، اسمها الترند، مش كده؟ ايوه الترند. بس طالعه منك حلو والله العظيم، حلو والله، طالعه منك حلو. الترند هو السبب الاساسي فيما يحدث الان في مصر مع الاسف. طبعا كله عايز الترند، وده اللي جابنا ورا. في لعيب قديم، مش هقول اسماء، لعيب قديم بيطلع في ترند، فكله عايز يقلده، كله عايز يطلع. ده اللي جابنا ورا، مش رياضيا، ده رياضيا وثقافيا وفنيا وادبيا. وصلنا لمرحله من العبث. احنا خلينا ننهي الحوار بان احنا وصلنا لمرحله من العبث، لان احنا للاسف وقتنا. طب وعلاج العبث ده ايه؟ أيوة. كل واحد يكون ملتزم، كل واحد يكون مسؤول، يكون في ضمير، ضمير مهني، ضمير شخصي على الاقل، بالتالي نوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. الفقره قصيره معلش للاسف، بس احنا عايزين حضرتك تاني ان شاء الله، لان نثق مع فريق الاعداد، اللي احنا يعني محتاجين نخش مع حضرتك كمان في فكره هنا الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي، حتى لو مش هنتكلم بالتفصيل عن ماتشات، بس في كلام مهم حضرتك. وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. لا بجد نورتنا كبيره، ونورتنا والله يا استاذ عبد المنعم. شكرا جزيلا. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل تاني فقره مع حضراتكم، خليكم معانا.